السلام عليكم، انا سميتي رشيده، العمر ديالي 38 سنه وعندي ثلاثه الوليدات والراجل شويه عيان على قد الحال والضروره عيانه، ما عنديش يعني زعما الموجود لا انتما كتشوفوا انا اصلا قليل صح، ما عنديش على قد الحال. كنتمنى من الله محسنين ولا محسنات يشوفوا فيا لله في سبيل الله. عندي ثلاثه وليدات الموجود الله، يعني رمضان كنتسنى فيه، العيد الكبير كنتسنى فيه، وانا اصلا ما عنديش، انا اصلا قليل صح، انا محاكم وخدمت عيانه، وانا انا شنقول لك ربي اللي مطال كل من كيعطيني اللي قسم الله. العيد الكبير هكاك ثاني غير بحق العائله، لا رافعوا عليا ولا الحباب ولا الجيران ولا المهم داكشي كله باش مسخر الله. جمعيات ما دخلتش فيهم بزاف، غير اللي كان غير بحق المحسنين، غير لا كنشي شي وحده عندها كتشور يعني عارفيني، هم كلهم هما عارفيني ما عنديش، كلهم الناس بالناس والناس بالله. الدعم استفدت منه مرتين وانا ما دخلتش في، كنا درنا الراميد وكان دار واحد المشكل ما الكنيه خد الكنيه يعني ما دخلنيش فيه انا والدري، المهم ما دخلش لي نول ديال الراميد دابا حاليا نجيبو لكم من عنده ما دخلش لي الرامي، يعني ما استفدتش انا، استفدوا غير الوليدات جوج الاولين داخلين لي، المهم داكشي اللي شديته كنت بيه هذا هو اللي كاين، واللي مع الحباب وصافي. انا اصلا الصحه ديالي قليله تما كتشوفوا فيها اللي عطا الله السوق هو هذا، راني عارف راسي انا قليل صح. المطلب ديالي بغيتهم يصلحوا لي هذا المحيل، راني محنه فيه الموضوع، نعاود نوري مني كمرت ربعه الوراقه من خمسه والله ما خالصين، المعيشه ما عنديش، رمضان نتمنى ما عنديش، العيد الكبير ما عنديش، كنتمنى الله ويعطي في قلوب عليا. ملي كتجي الشتا كتقطر عليا كنخرج انا من هاد المهم، كان واخا كندير لاميكا كنخرج منها، ما كان المهم كنصبر فيها. ها انتوما كتشوفوا الحاله، انتوما كتشوفوا فيها كتصرين في الدراسه ديالهم، كنقول لهم داك الشيء اللي دارني كنقولوا لي، كنقول لهم ودير ما عدنيش باش غنكون بك، ولو الدراري كيقولوا لي ماما الدريه في المدرسه لابسه الدريه ماما شرس برديله، كنقول وليدي راه ما عندناش على قد الحال، راه كتشوف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.